خروج خروج موفق للحارس. ودائما الارتماءات الانتحارية لهذا اللاعب الكبير اسماعيل القاموم، يعني عمود وعصب الفريق، فريق النادي المكنسي. انا اشكر كل الذين هم يشاهدون على المباشر وقاموا بالضغط على زر الجرس وكذلك اتحفونا بالاشتراك في هذه القناة التي من خلالها سيصلهم كل جديد. بالعروسي يبعد الخطر، فقط كان سوف يفاجئ الحارس ولكن بعيدة عن المرمى كما تشاهدون. إذن مباراة التشويق هنا بمريرة في غياب الجماهير العاشقة للفريقين والدواعي الأمنية، دواعي أمنية هي التي حالت دون تواجد المشجعين لكلا الفريقين. هدفين لواحد هي النتيجة المرسومة إلى حدود دقيقة 41 من عمر الجولة الثانية. إذن حكام المباراة من عصبة طنجة تطوان. إذن بالعروسي دائما غرمال زغلال، غرمال زغلال كذلك من الجهة اليسرى. وتضيع هذه الهجمة. إذن بالنسبة للفريق شباب مريرت هو يعني يحاول تحسين الدفاع ويعتمد على المرتدات، وتكون خطيرة خطيرة جدا أمام مرمى نادي المكنس. لاحظوا معنا يعني كيف ينتقل. انتم شفتوا اللاعبين، خروج موفق للحارس، خروج رقم 13 ورقم 18، دخول اللاعب رقم 27. بين التغييرات اللي لاحظناها دخول لاعب رقم راني اللايف على كتقطع عليا، كتقطع عليا، انا غادي نعيط لك، انا ما بقى والو، ما بقى والو. كنشكروا المتتبعين اللي كيتابعونا على القناة واللي كيحاولوا يشجعونا كما ساهمنا يعني لعدة سنوات منذ أن كان فريق النادي المكنسي في قسم الصفوة ونحن نتابعه في القسم الوطني الثاني، والآن في قسم الهواة يحتل المركز الثاني. وآتي القناة كانت دائما هي الملجأ الأول والأخير لعشاق فريق النادي المكنسي.